السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شهيد مواطن سعودي يتكلم عن زيارته الى الجزائر، تابعوا معنا هذا الفيديو. شو عندك بالجزائر؟ والله عندي شغل كذا سريع وخلصته، حتى والله ما خلصته. قول انك خطبت وخلاص، ترى موضوع بسيط يا ابو فهد. والله على يدك. لا والله جيت الواحد من الربع، كان بيني وبينه موضوع خلصته ولا خلصته، وبرجع ان شاء الله بعد فتره. ما شاء الله، الله يوفقك يا ربي بحلالك. امين. عاد المره الجايه انا وياك. وين هناك؟ ان شاء الله باذن الله. تم والله تم. اقول لك شغله يا ماجد. اسلم. ان جيت الجزائر والله ما عاد تبي الا هي. جدا جميل. لا في لا في ترى انا كنت مستصعب الموضوع، انا شفت مقاطع واحد الان راح الجزائر سعودي. اي متعب التميمي كان موجود. الشباب يمنشنوني على مقاطع، طلع موضوع الفيزا سهل وكل شيء سهل. هو سهل ان شاء الله. بس وفي ناس يردون، بس لكن الحمد لله. ان بغيت تواصل معي وابشر بالخير. بإذن الله. في دعوة أنت بفها الدعوة ولا فيزا؟ لا لا لا، رحت سياحة. والله سياحة مرة واحدة يعطونك. طول عمرك مرة واحدة؟ لا، أنت السياحية يعطونك 45 يوم دخول الدولة مرة واحدة، فهمت؟ آه، الفيزا دخول مرة واحدة. إيه، بدون عمل. ما عليك ما عليك، إذا قررنا بإذن الله نروح بنصلي. أبدا، بغيت إذا بغيت علمني بس. ولكن تبي تعجبك يا حبيبي، قسم بالله العظيم انا لفيت العالم، بس الدوله الوحيده اللي وضعت عزكم الله قدمي فيها حسيت براحه نفسيه وكاني في ديرتي، فهمت؟ وراه تونا ندري يا اخوي، ليه ما صورت مقاطع؟ ليه ما فتحت بث؟ نزلت بعض المقاطع في شتنا في حسابي. يا ما شاء الله، شوفه. لا ما يبي يعني سياحيه، روحتي والله شغل صراحه صدرا. لا ليه، وش شغل بالجزائر؟ وش في بالجزائر يبيعون؟ لا لا لا، شغل مع واحد من الشباب رفيقي. آه. هنا يعني كان جزائري يعني داسنا وياه هنا. مواليد السعودية هو، ورحت أنا وياه شوي خلصنا. أحس ترقبوا فندق أبو فهد في الجزائر. وليش شرف بيت أبو فهد في الجزائر وليس فندق؟ والله هنا أنا إذا رحت هناك ماني ماخذ. إيه؟ كل يوم تلقاني عند واحد. انا اشهد من المطار طال عمرك، يوم دروا اني سعودي واني كذا، قسم بالله حتى درهم ما دفعت. فيهم كرم وفيهم نخوه وفيهم راجل، قسم بالله ما هي في دوله ثانيه. والله شوف، شفت انا جالس اشوف المقاطع، جالس اشوف ارحب منصور الله حيه، جالس اشوف المقاطع، والله شعب مضياه، اسال الله ان يوفقهم. لا عز الله، عز الله ونعم والله فيهم، ما غير قصورهم في الدول الثانية صراحة. يعني أول مرة أجيها ولكن ما حسيت بالغربة، كجمال طبيعة، كجمال أهل، كجمال تعامل. يا رجل أنا طلعت من العاصمة القسطنطينة حوالي 400 كيلو كذا أو 300 كيلو. أيه. من الطبيعة والغابات والولايات اللي خشها، وش اسمها، راح الخط بسرعة. تامر شيء السلامتك ورضاك.